مساء الخير عليكم. اليوم أنا موجود في إدارة آنية المنزل. توقع أن الاسم هذا لامع ومعروف عند الجميع. اليوم ما بتكلم أن لهم أكثر من 15 سنة أو عندهم 4 أفرع أو هم البدايات في عالم التخفيضات في المنطقة، أو نتكلم عن وصولهم إلى المبيعات الإلكترونية عن طريق أمازون ونون. كثير من المنتجات تتفاجأ تروح تتسوق تلقى أن المورد آنية المنزل، وما شاء الله تبارك الله تقييمهم جدا عالي. ولا راح أتكلم في تخفيضات، أكثر شيء اليوم جاي أتكلم عنه جودة منتج، اهتمامهم في المستهلك، أن المنتج مختار بعناية بتفاصيل، واتجاههم الآن إلى المنتجات الأوروبية والمنتجات الأندونيسية والمنتجات اللي جودتها عالية. يعني اللي يبحث عن منتج نظيف هذا شغل آنية المنزل. المنتجات عند آنية المنزل طبعا على فكرة ما عندهم تعامل مع أي بائع جائل، دائما شركات معروفة وأسامي وشركات أم، توصلهم المنتجات يتأكدوا من تفاصيل فيها، يتأكدوا من صناعتها، من جودتها، من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، يتأكدوا أن الحافظات، المنظفات، المنتجات جودتها عالية ومضمونة، بعدين تدخل تتسجل، بعدين تتجه للمعارض. فقط موجودين في أمازون ونون، لا، عندهم موقع خاص فيهم آنية المنزل. فقط اكتب آنية المنزل، على فكرة عندهم توصيل لجميع مناطق المملكة من يومين إلى أسبوع، وهذه المنتجات حقهم يا جماعة، منتجات مختارة بعناية. الأثاث طبعاً مبدعين في الأثاث، عندهم أوروبي، عندهم أندونيسي، وشغل هاي كواليتي. راح ننتقل على المعرض، على فكرة بعد هم الموقع الإلكتروني جايب لكم خصم عليه. الله، وناخذكم في جولة الآن بفرع آنية المنزل اللي موجود بشارع القدس المجيدية. آنية المنزل احتياجك المنزلي تحت سقف واحد. طبعاً المكان مو عنوانه للبضائع المخفضة، لا، عنوان المكان أنه يوفر إلينا المنتجات الآمنة، الجودة العالية، الصناعات المضمونة، الشركات المعروفة بأسعار تنافسية، جميع المنتجات. يعني هذه مثلا المنتجات الموجودة عندهم منتجات أوروبية، هذا المنتج هولندي، طقم كنب حق أو طقم كراسي حق الجلسات الخارجية صناعة هولندية ب 1995 ريال. منتجات اللي هناك كلها هولندية. جايب لكم الآن خصم نهاية التغطية، خليكم معايا. هذه الأطقم ما شاء الله تبارك الله، شوف جمالها، صناعة أردنية، شوفوا 1450 ريال. كل المنتجات هذه جودتها عالية، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، حلوين ب 1350 ريال. شوفوا الجمال، شوفوا الألوان يا جماعة، تتكلم عن جودة. هذا الأثاث، الدواليب اللي تشوفونها صناعة ماليزية. على فكرة يا جماعة 80% من المنتجات اللي موجودة عند آنية المنزل مستوردة من الخارج باسمه، يعني كثير من المنتجات ما راح تشوفها في أماكن ثانية، وهذا سر التميز حقهم يا جماعة. طبعا المنتجات اللي جودتها عالية عمرها طويل، يعني شايفين المكانس هذه صناعة إيطالية، يعني تاخذ شيء جودة عالية يبقى معاك. يعني مثل هذه يا جماعة بكم؟ ب 11 ريال ونص. شوف كلها تشوفون هذه صناعات إيطالية. هذه كم سعرها؟ 9 ريال و20 هللة. أكبر تشكيلة يا جماعة من الدواليب موجودة عندهم، يعني هذا الدولاب شوفوا ايش كبره يا جماعة، صناعة فلبينية. تعال افتح الدولاب وشوف الكواليتي حقه، 391 ريال. دولاب يا حبيبي، حق تخزين ملابس، حق أغراض، مستلزمات. يعني المنتجات هذه اللي تشوفونها هذه منتجات إندونيسية، شوفوا جمالها يا جماعة. رمضان وعلى الأبواب، الأواني هاي كواليتي. الخصم راح يكون 15% على جميع المنتجات من اليوم إلى نهاية شهر مارس. بالإضافة الخصم راح يشمل موقعهم الإلكتروني، راح أحط لكم بوست فيه المعلومات وفيه كود الخصم، اعملوا له كابتشر.